بعد أن شهدت الجزائر أزمة وفرة إنتاج مادة الطماطم، حيث تجاوز العرض خلال السنوات الأربع الماضية طاقات التخزين والتحويل ليصيب السوق الوطني آنذاك بالتخمة. هذه السنة لم نسجل الطوابير الطويلة للمنتجين لصرف هذه المادة الاستراتيجية، وبالحديث عن سعرها فقد تجاوز في فترات عتبة 200 دينار للكيلوغرام الواحد. في الأونة الأخيرة فعلا كانت هناك يعني ارتفاع في الأسعار، وهذا يعود بالطبع إلى تقلص المساحة. أكثر من 80% من الفلاحين يمارسوا هذه المهنة هذه أو هذا النشاط هم فلاحين بدون أرض. إنتاج مادة الطماطم تراجع هذه السنة في العديد من الولايات، المطلوب التدخل العاجل لإنقاذ الشعبة. مادة الطماطم الآن الطماطم راهي تعاني في الفترة هذه، هذاك الارتفاع بتاع الحرارة الكبير خلى يعني النوار البوكي اللي يدير لنا الحب في المرحلة هذيك اللي راح كنا نلقاه ينفعنا في المرحلة هذه اللي رانا عايشينها دوك، يعني اللي كان ينتج لنا إنتاج تأثر بالعوامل المناخ هذيك بالحرارة الكثيرة اللي فاتت يعني وتساقطت النوار لهذا، لكن الإنتاج راهو منخفض. إنه السلطة تشوف إنه تخمم كيفاش المشكلة العقار هذا يرجعوا الأرض اللي يخدمها صاحبه ما يكونش عنده لي شارج بزاف والتكاليف، ونضمن الدعم هذاك الغير مباشر اللي راه صار تاعنا عطوا للفلاح 3 دينار و4 دينار. من الافضل انه نحوا لي طاكس تي فيا ولي طاكس دوانيير على لي زانترون اغريكول، هكذاك تكون التكلفه اقل والامور ترجع للعادي، ولا الفلاح يزيد يكبر المساحات. تراجع انتاج ماده الطماطم سيؤثر حتما على الصناعه التحويليه، وحتى لا تعود البلاد إلى الباخرة لاستيراد الطماطم المركزة بعد أن وفرت ما قيمة 40 مليون دولار من العملة الصعبة للخزينة العمومية، لابد وأن نبدأ من النقطة الصفر بتطهير العقار الفلاحي من المتلاعبين، فالأرض لمن يخدمها.